انهبت مرة أخرى مدرجات أنصار الشباب الوجداد المنتشين هم الآخرين بعدما تمكن فريقهم من تعديل النتيجة. نشوف الانطلاقة من سليماني، يراوغ سليماني أمام الخداري ثم ينطلق رغم أن محاولة اللحاق به من قبل دلهوم، ولكنه تمكن من مباغتة الحارس خدايرية، وفرحة كبيرة لإسلام سليماني بمجهود فردي، وهذا هو اللعب الكبير اللي بلقطة واحدة بمجهود فردي يصنع الفارق. نعم يعني هذا الهدف ربما كان منتظر، يعني لماذا؟ لأنه فريق المفرق نعم يعني بشكل فردي وكانت لديه المساحة الكافية، وهذا ما يعني يريده دائما لاعب سليماني، المساحة الكافية للإنسان.